شي حمود استغرب. طبعا يا جماعه الله يسعدكم منورين، تحياتي لكم. طبعا يا جماعه هاي الكاميرا بصراحه ما بعرف وين سبت شغله ما شغله، الله ما بعرف يعني ما راح اسوي. انا ساوي مقلب، فكره مقلب اوكي، بس ما راح يكون مقلب، راح يكون مثل انه فكره تحدي او مفاجاه لحد لما اخذت القرار. بس الموضوع بيعتمد على هذا وعلى هذا، بس خايف من شغله. طبعا هذا التيكو يا جماعه، التيكو اللي هو اسمه جابون بالتركي، تمام. راح الزق رامي بالكرسي بهذا، بس انا خايف من شيء انه يوصل للجلد، للحم يعني اللحم. اذا وصل للحم مشكله بقى. تعا فك البنطلون من الكرسي، بعدين فك البنطلون من الجلد. يا بصراحه موقف كثير ومقلب كثير بشع، بس انه ايزي يعني. مش تي اسوي، مش تي اشغل هي، بس ما بعرف اثبتها ما اثبتها، بس انه اوكي شغله بحطانيكي. الله يا جماعه كم بقى مبين 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 عشان عشان يعني اللي سايم. والله اصبروا علي شوي، هلا اذا حطيته راح ينشف. اصبروا علي شوي بس احس رامي انه اجى، بشغل الكاميرا وبفرجيكم شلون عم بلزق. تمام شوي حمودة وسخ. لا والله والله مش بروك 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 ايه 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 حمودة صغرت لك حمودة صغرنا وسخ. اوف ايه صغرنا اوه بس ما هو وسخ لك صغر حمودة والله صغر ما حسبت حسابه ولا حمودي حمودي والله صغير حمودي بحرموه حمودي بشرف على شحاطات لك ما بحسن بقوم يا وسيخ لك لك اجري لك اجري والله ما حسبت حساب انه يحرق لك اجري لك لحم اجري حمودي هلا لك بس شوي بس شوي هوني هون 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 حمودي لك يا وسخ لك لك مشوي تقول مصعب سيخ انا بقول لك باري باري بس بحاول اطالع حمودي بتحاول تطالعني كمان من ورا نعم حمودي مجنون انت ايش بك يا اقسم بالله العظيم رعبتني اقسم بالله العظيم رعبتني اول ما اول ما بركت قلت انه حرق وكذا وانا بتذكر انه بحرق هو كثير حمودي عم بحرق وحياه الله تقول. حمودة ما غبي انت مجنون اه دايما بيربع حمودة تا تا لك تا جيب جيب شافك ما بعرف يعني ايش يعني ايه اوكي ايش دي سايب الحركة لحمي من هون علق لحمي اوه حمودة يا وسيخ تقول مصعب حمودي بعلق ماكن ايه جيتك
حمودة فكني حمودة فكني ايه حمودة حمودة بيربع نط البيا خدي فكني قوم وقف على حالك وما بتحسش تحسين توقف حمودة تحسين توقف ها طلع ده خيرك خيارات بفكك ده خيرك فكني فكني انت فكني بتاكل على وشك او بتاكل اكل حمودة بيربع من بعدها وعدة فكك يا بتاكل على حالك يا اما بتاكل في وشك حمودة لا خلص باكله ايش شو باكله باكله بس دقيقة طب بس بدي افك ظهري بس افك ظهري لا فتحت المغ فتحت المغ في كل المرات يا في وشك هذا ايش بدك الله ايش بدك حمودة اطلع من الغرفة مجنون جد بهيك حضر تعرف فكري حمودة وقت المسحب على البحر خلاص على البحر او المسحب جاي بكبها بطرش البيت احرر الدنيا بتمزح علي رجاله ورا جد بيه شبك جد بيه تالا هون تالا شو شبك تالا ايش بدك تساوي مقلب يعني اه بدك تساوي مقلب تالا ايش بدك شو تالا بدك تساوي مقلب تالا هيدا تالا عندي تالا عندي شيدك قرب طال عندي قرب فتحت امك فتحت امك والله بضرب وشك يا وقت ضرب بضرب فتحت امك فتحت امك الو بشق الكنزة هنا تقعدني هاي قاعدة؟ ايش بدك هاد؟ يلا هات اعطيني اعطيني هات لي شوي هات لي ايدي لا وقف فتحت المخ انا في ايدي فتحت المخ هات لي ايدي فتحت المخ رامي طلع شلت النظارة فتحت المخ رامي خلص افتح كده عضف رطب رح نفضل بالتجاه باي طقت بايدي كذاب طقت حمودة طب بالدنيا جيب شغلة هاي مبين عليك ايش بدك يا الله؟ ايش بتروح بقى؟ تركع اول شيء تكبها في الارض خلص رح اكله خلص منك رح اكله وخلص منك والله خلص يلا شيلي ده كده ده اكله وخلص منك يلا خلص ده اكله بقيت يوه اتصال جيت اتصال بجيك اتصال ايش بدك ابناء؟ تحت امك هات رامي كده رامي زي ما قلت والله ما بدأت هنا ايوه كل بلا جيب لك ماي لا لا بس اهم من انه هاد لزق اعطيني مي ها؟ شو مي طيبة؟ شو مي؟ مي انت بتقول له مات يا وسخ جاء 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 ورفيس والله ورفيس على انا وانت اجري جاء انا طفي التليفون اوفو
لا دي ماي ايه اجيب لك جيب لي ماي شو جيب لك اعطيني ماي بربك ما بعرف ما عندي قلبت كثير تعا 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 فشلت الليله تا بروك ايش بدك؟ تا شيله من هذا على الان ما راح يصنع الان في شيء في هذا كيف تخيله شو شلون بيمشي؟ تا رميش شلون بيطلع من تا تا اطلع له شو تا 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 بس بدك جيت ساي مقلب فيني ايه فرحان حالك ايه اه متعاش من مقلب الحرامي انت مزوج منه لا عادي نكر صار معي سلاح عادي اوكي ايش بدك الله لا 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 بشرفك لا بشرفك افضل لا لسهل لا بشرفك ايش بدك شرفك على الارض على الارض على الارض لا خلص والمصحف الشريف خلص خلص ببعد بربع حموده دير بالك ها انت بتمزح لا بتصير تافه ها شوف حموده جاء لورا حموده لا بتصير تافه بيك مزح انتوا شوف بتزهقوا شوفوا شايفين لا تصير تافه بيك مزح تعال هون بقى تعال هون تعال هون بروح في الارض 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 روب ولا بروح في الارض جالك جالك تعال ضرب ودي خز بروح في الارض بروح في الارض وما يفكر لك يا يفكر لك اجي اطلع معك جا يا حرام يا حرام طلع البنطلون ملزق بلش اسمه فردي ايش كان بدك تسوي؟ ما بدي اسوي شيء ايش بدك؟ عندي شيء ليه تجي عليه؟ اسف اسف لكن جا يبلاني بأطلع على أطل هالأسهم تركهم بوا جا تصير ولاد ما يتبارك مين انت بروح علي لك اوكي تعال لهم مقلبته تعال لهم مقلبته طبعا اللي أعطاني فكرة المقلب يا جماعة واحد بالإنستجرام بعت لي إياه و لجانب عملينا أنا هو عربي أول عربي بعمله وآخر عربي أنا أول عربي بعمله وآخر عربي يا عمي المهم يا جماعة ربي يسعدكم أنا مسامح أخوي محمد لا تدور ميدا مسامح أخوي محمد على ما ارتكبت يده زي ما ربط عيده أوكي يلا يا عم قول له مشان المقلب يكون ناجح
هيك حتى بدي تاخذ نحن معنا. اوكي تا سلم عمو سلم. هاي اوكي ربي يسعدكم يا جماعه، انا هون وصلنا الفيديو، اذا حبيت الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب، استنى فيديو جديد. بتحسوا انه انا لايم الفيديو المقلب صح؟ استنى فيديو جديد كان معكم. بس حرام والله البنطلون انا زعلت عليه بشرفي، ما توقعت تلبسه، مو اخر جوله غيره. هذا اساس ماركه واديداس وبطيخ. يلا خير. خير. ربي يسعدكم يا جماعه، لو وصلنا الفيديو، اذا حبيت الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب، استنى فيديو جديد كان معكم. محمد مصلي. ورامي، نشوفكم فيديو جديد و سلام سلام عليكم. تاني مره زبت سايم هيك غبي انت والله، توقعت ينجح. ترى جربت الكنزي والبنطلون على فكره، والكرسي الطقم راح كمان طقم التحت. هذا نسمع، هذا بحسابه مو عندي عند ماما. ما لقيت تبع المكتب صعب. كان بدك تبع المكتب؟ ايه قلنا بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه، هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى، نجاحه فعلي هي الحقيقة.